أحد الأسواق الأكثر شهرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط. هذا الجانب مخصص لبيع خامات التبغ. تحت هذه الأقبية تجلس نسوة متخصصات في استخلاص مادة التدخين الأولى من رزم التبغ التي تستورد بكرا قبل أن تمر بعملية صناعية تقليدية تنفذها الأيادي الناعمة لهؤلاء النساء. صواصي واسعين ونشروا صواصي ضيقين ونشروا صواصي يقلوا عنها القبرة. سمعت صواصي الواسعين هي الواسعة منها تحكم القبرة. وتو هاي ورك هي تقرا القبرة، وواحدة ثانية تخوم منها ترققها، وواحدة ثانية فرتاتها واسعة، فرتتها راعي ورك. نقلعوها بها ونفرتوها. سمعت هاي نديروها فيها تعدالها الأولى، وهاي نخومنوها بها. وتو هاي أم اللي تعرف وحدين يبقوها رقيقة نقلعوها أم اللي نخومنوها بها، ونعودوا نقبولها هاي ورك نقبروها بها تعدالها أويص متين تين. مئات من نساء موريتانيا قادمات من أحياء نائية وفقيرة يمضين بياض النهار إلى جانب هذه المواد التي تحولت بفعل مجهوداتهن إلى تبغ جاهز يستعمل للتدخين أحيانا، ويستعمل المبلول منه في الشم عبر المنافذ التنفسية. تجارة مكنت العديد منهن من كسب قوتهن وقوت أطفالهن. مستمعين من أتواكم قالت لنا شنو نطلبون نلجوا ما كان أيالي نافق بها واكلة منه وشاربة منه والأول عندي فيها. أغلب زوار هذه السوق من الرجال المدمنين، وللكهول حظ وافر من هذه السلعة التي يطلق عليها الموريتانيون منيجة. هذا الرجل الستيني يبتاع زاده من التبغ لأسابيع وربما لأشهر قادمة. وهذا يدخل غليونه في هذه المحفظة التي تختزن التبغ ويشعله وينفث في الهواء غيوما من الدخان. الآن يشعر بمتعة لا توفرها السجائر المصنعة. عنده إحساس خاص ما هو بالنسبة للسجائر. بالنسبة لي أنا أشعر بأني كميت كمية من الطابقة من المنيجة العلية، وهذا في الحقيقة بالنسبة لي تمالكت وراحة. بالعكس من انك باص سيجاري تدي ماني مدمن عليها الحقيقه تزقنني ونحس باني ما كميت. ولان تدخين هذه المواد يتطلب معدات خاصه بها، فقد استحدثت بجوار سوق التبغ سوق اخرى تبيع معدات المدخن المصنوعه محليا. الغليون او الطوبه، وهذه المحفظه المكونه من طبقات يطلق عليها الموريتانيون غرفا، وعود حطب ينظف به المدخن غليونه، كلها لوازم المدخن المحترف. قديما كانت هذه الأدوات من مميزات الرجولة في المجتمع الموريتاني، واليوم تلقى إقبالا كبيرا من طرف السياح الأجانب، ويجد هؤلاء الباعة أنفسهم مجبرين على بيعها بأسعار ثمينة لأنها توضع في ديكورات في بيوت غربية.